استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم كلا على حدى السادة رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للتأمين والسادة رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والسادة رئيس وأعضاء جمعية الشفافية الكويتية والسادة رئيس وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إضافة إلى عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت. وناقش سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات عددا من القضايا في الساحة المحلية مثمنا سموه ما قدم من أفكار ومقترحات هادفة طرحها ذو الاختصاص وتصب في صالح الوطن والمواطنين.